نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا الصباح اللي مخصص لسن اللقاية لأبناء الغبايل. مسافتنا 5 كيلومتر. تابعت ويانا الشوط الأول والشوط المحليات والشوط المهجنات. والشوط الأول ذهب مع السياسة للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري، وشوط المهجنات مع إنجاز للسيد سعود بن صالح بن حمد القمرة. وهذا انطلاقة الشوط الثالث منذ قليل وهو مخصص للقاية الجعادين المحليات العصاية المباشرة. نسير بكم مع مقدمتي هذا الشوط النصر على المقدمة للسيد حمد بن شطيب بن عبد الله الهاشمي، وفي المركز الثاني مغذي في المركز الثاني للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري، وفي المركز الثالث مروح للسيد عمر بن عمهي بن حميد المنصوري. ها هو مروح، لكن نحن مصبحين مع مروح في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الرنج للسيد سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، وفي المركز الخامس الذيب للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي، وفي المركز السات مشاكل للسيد علي بن عبيد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع لهب للسيد سالم بن محمد بن سالمين المزروعي، وفي المركز الثامن هملول، في المركز الثامن للسيد ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وفي المركز التاسع زعفران للسيد غدير بن عبيد بن علي الاجتبي، وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر مشاكس للسيد سالم بن خلفان بن راشد الشامسي. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى النصر وإلى الهاشمي منذ البداية وهو على مقدمة هذا الشوط وهو يطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط. والسلامات إلى أهالي الشرقية في سلطنة عمان إذا تم على هذا الموال وسمح الجعادين، وهو محتفظ بالمركز الأول للسيد حمد بن شطيب بن عبد الله الهاشمي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني مروح للسيد عمر بن عمي بن حميد المنصوري، وفي المركز الثالث مغذي للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري. وأنا مغذي للهوى دايم ودوم. يا سلام يا سلام يا مغذي، بدأ يغذي ويغير وينتقل ويندفع إلى المركز الثاني. وفي المركز الرابع رنج روفر سبورت هنا بأربعة تواير بأربعة دفع على المقدمة. يا سلام، دفع رباعي مع الرنج على المركز الرابع للسيد سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي. وفي المركز الخامس الذيب للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي. وفي المركز السات حجيم للسيد عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميذي. وفي المركز نشوف المركز السابع مشاكل في المركز السابع للسيد علي بن عبيد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا مشاكل، ايضا سلاله طيبه، سلاله شاهينيه فرضت نفسها على اراضي ميادين دول مجلس التعاون. سلاله مشاكل بعير سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نشوف وننتقل الى المركز الثامن، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني حشيم للسيد عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميذي. وفي المركز التاسع لهب للسيد سالم بن محمد بن سالمين المزروعي. وفي المركز العاشر هملول للسيد ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. الشعار الممثل الدائم لأهل الخور في دولة قطر بقيادة احد الشباب المضمرين علي بن حمد بن مجارح المري. حرك هملول يا ابو حمد،
هل الخور يتابعون الأداء المتميز لهذا الشعار شعار المسند؟ نرجع إلى المقدمة، حصل تغيير مغذي، بدأ يغذي مقدمتي هذا الشوط. يا سلام يا مغذي، مغذي للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري على مقدمتي هذا الشوط. وفي المركز الثاني النصر للسيد حمد بن شطيب بن عبد الله الهاشمي، وفي المركز الثالث الذيب للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي، وفي المركز الرابع حجيم للسيد عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز، مغذي على مقدمتي هذا الشوط. والذيب غادم، هملول وصل أيضا، قعود المسند وصل. يا سلام، الذيب يبي يتريق في هذا الصباح، بدأ يتريق على مقدمتي هذا الشوط ويفطر بالمركز الأول. يا سلام يا سلام على هذا، على هالي الهباب، على هذا الأداء المتميز الذي قدمه الذيب للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي. بدأ ينفرد بمقدمة هذا الشوط، بدأ يغادر بالمقدمة، لكن لهب التهب على المركز الثاني للسيد سالم بن محمد بن سالمين المزروعي. لكن الذيب على مقدمة هذا الشوط، باي باي هدى حافظ مع السلامة. بنسلم يا أبو سلطان ولا بنقول سلام 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 عليكم يا أهل الهباب، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. أهانينا للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي على فوز الذيب بالمركز الأول. المركز الثاني لهب للسيد سالم بن محمد بن سالمين المزروعي. وفي المركز الثالث مغذي للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري. المركز الرابع حجيم للسيد عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي الناطق الرسمي. وفي المركز الخامس هملول للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان. ساعة وصول الذيب إلى خط النهاية وهو قاطع مسافة الخمسة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، 7:43 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا من العماق للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي، 43.8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي، والذي وصل في المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثاني لهب، 7:44 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن محمد بن سالمين المزروعي، والذي وصل في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث يا أبو عدنان، هذا هو مغذي، 7:45.1 من الثانية. تهانينا من العماق للسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري، تهانينا للجميع والناموس على هذا الأداء المتميز لسن اللقاية لأبناء القبائل. تهانينا والناموس.